بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، يا محمد بن عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأوطان. سادتي، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام على الزهراء البتول، السلام على بنت الرسول، لا صبر يا ابن العسكري، فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها. هدمت قواعدها وطاح منارها، فأقم بسيفك ذي الفقار منارا فإلى ما تغضى والطغاة تحكمت في المسلمين وحكمت أشرارها. مولاي مولاي، ما سن الضلال سوى هجموا على الطهر البتول دارها. منع البتول عن النيايا
حتى إذ غدت تبكي أباها يا ليلها ونهارها قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصايب قرارها قطعوا أراكتها ومن أبنائها قطعت أمي يمينها ويسارها سمحوا لي بهذه الأبيات أين أولاد الزهراء رضوا يا سليلة أحمد بالبايا حتى أنبتوا في صدرها مسمارها يا عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها قادوا يا أبا صالح قادوا هو الزهراء تعدوا خلفهم عبرا فليتك تنظر استعبارا والعبد سود متنها وين المنادي وزهراء والعبد سود متنها فاستنصرت يا فليتك تسمع استنصارها ومضت وآثار السياط بمتنها فمضت وآثار السياط بمتنها يا ليت عينك عايني آثارها متى حصل ذلك عندما هجموا على فاطمة عصروها بين الجدار والباب أنبتوا المسمار في صدرها كسروا أضلاعها كانت تدافع عن بيتها أني ظليت أدافعهم أظنت يرحموني ما لو علي بالصوت أظلوا يضربوا والله يا سلمان الضرب ورممتوني قصدي يبث شكواي للواحد الديا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني وروحي التي بين جنبي. فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور، نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن عظمة شخصية ما في أيام النص، لا بد أن يرجع إلى مصدر مهم وهو القرآن والسنة الذي يسمى بالدليل النقلي، لأن هناك عندنا دليلان في الواقع، طريقان. دليل كما تعلمون يسمى بالدليل العقلي. هذا الدليل العقلي ما له شغل بالأفراد، الدليل مو العقل، العقل لا تفكر بكذا تميز أدلة. أنا أتكلم دليل عقلي كدليل البرهان أو غيره من الأدلة العقلية. الدليل العقلي لا يتكلم عن الأفراد، ليس له شأن بفلان وفلان. يعني بعبارة أدق، ليست من وظائف الدليل العقلي هو الكلام عن الأفراد وتمييز الأفراد، هذا مو شغله الدليل العقلي، إنما يتكلم عن القواعد والأصول والمباني. الدليل العقلي إنما يتكلم عن الأسس، بعيد كل البعد عن الأفراد. يعني مثلا هو يأتي لك بأدلة، وهذه الأدلة تثبت لك ضرورة النبوة، أن النبوة ضرورة، لكن من هو النبي ليس من شأنه، يقول لك أنا ما أدري من النبي. هو يتكلم عن ضرورة الإمامة، هذا الدليل العقلي هالشكل. الدليل العقلي يقول لك أن الإمامة ضرورة من ضروريات الدين، لكن ليست من وظيفته أنه يقول لك أن الإمام هو علي بن أبي طالب، لا، مو وظيفته هذه. هذا الدليل العقلي ما يتكلم عن الأفراد. نعم، ولذلك شوف هذا بين قوسين، أنا هذا حسب وجهة نظري، يعني بين قوسين، أنه شفت أنا بعض الكتابات يقولون بهالتعبير، يعني أن الإمامة من ضروريات المذهب. ممكن بعضكم شايف أنه من ضروريات المذهب، ولذلك عبروا بأنها من أصول المذهب. هاي غلط، تعبير خاطئ، لأن الإمامة من ضروريات الدين، الإمامة من أصول الدين. هالشكل علمونا، نعلم أولادنا نقول له كم أصول الدين، قال خمسة،
فبعضهم عاد يقول أن الإمامة من أصول المذهب، تعبير خاطئ، مو من أصول المذهب، من أصول الدين. الذي لا يؤمن بالإمامة خرج عن ملة الإسلام. ولذلك أهل العامة كلهم بلا استثناء، بلا استثناء إلى يومنا هذا، كلهم يقولون بضرورة شنو؟ الإمامة، أنه قضية عقلية هي. نعم اختلفوا ويانا في التشخيص، بعدين اختلفنا احنا ويا العامة أنه من هو الإمام، هني اختلفنا والطريقة اختلفت. ولذلك لأن هني بعدين ما جينا إلى أصول الدليل العقلي، وإنما جينا إلى النقل، النقل اختلفنا فيه. ولذلك الدليل النقلي وظيفته يتكلم عن شنو؟ عن الأفراد، عن الشخصيات. زين، من هنا إذا إنسان أراد أن يتكلم عن الزهراء وين يروح؟ شوف أنا أعطيتك قاعدة، هذه قاعدة عامة مطلقة، هي لكل الشخصيات التي عاصرت النص. الزهراء كانت في زمن النص، في زمن القرآن، في زمن الروايات عن الرسول. ولذلك عليك أن تأتي إلى المصادر الصحيحة التي نعم تبين عظمة فاطمة الزهراء من خلال القرآن الكريم ومن خلال النص عن المعصوم. والمعصوم مر النبي صلى الله عليه وآله ومر منه الإمام، هذا هو المعصوم. وإذا أنت أتيت إلى هذه المرأة في هذه النصوص القرآنية أو النصوص الروائية، هذه المرأة صاحبة المنهج الإنساني وصاحبة المنهج الإسلامي، فإنك سوف تجدها نعم بحرا متلاطم غزير لا تصل إلى قعره، ما توصل إلى قعره. الربط زين بين الروايات. الرسول شنو يخاطب أمير المؤمنين؟ يقول له يا علي، يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت. قد البعض يعتقد أن هذه الكلمة لا يعرفك إلا الله وأنا فقط بين علي ومنه والرسول، لا، ترى كل أهل البيت هالشكل. ولذلك النبي شنو يخاطب الزهراء؟ ها، أنا من فاطمة وفاطمة شنو مني؟ الكلام واحد. ولذلك أنى لك أن تعرف حقيقة فاطمة سلام الله عليها. مبدأ الزهراء وين؟ منتهى الزهراء وين؟ هذا جدا مهم أن الإنسان نعم يتعرف على هذا المبدأ العظيم والمنتهى لهذه المرأة، لأن المبدأ نعم في فاطمة الزهراء ها هو نور من الله عز وجل، كما في الروايات الصحيحة المعتبرة عن الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق على الله مقامهم، أن الزهراء خلقت من نور الله عز وجل. ولذلك عندنا روايات أن يوم القيامة، هذا شنو؟ هذا المنتهى، شوف المبدأ نور إلهي. وأن روايات أن الزهراء نعم أول من تدخل إلى وين؟ إلى الجنة، أول من تدخل. هي روايات سنية موجودة أن أول من تدخل إلى الجنة هي من؟ هي الزهراء. ولذلك في البخاري أنه من أحب فاطمة فله شنو؟ الجنة. وهذا الرواية دوخت العالم الإسلامي، دوخت العلماء، دوخت العلماء سيما من الطرف المقابل من أهل العامة، رواية في صحيح البخاري. وهذه الرواية من الروايات المتفق عليها، من أحب فاطمة فله الجنة.
مما استدعى من بعض الحاقدين على الشيعة بالذات أن يدافعوا عن أنفسهم علنا أننا نحب من؟ نحب فاطمة. بلي كأمثال المدعو عثمان الخميس وغيره، هؤلاء أخذوا يصيحون يصارخون نحن نحب فاطمة، وكيف لا نحب فاطمة ورسول الله قد قال من أحب فاطمة فله الجنة. هي القضية لسان يعني؟ لا، مو القضية قضية لسان، قضية في القلب، ونحن لا نعرف ماذا قلوب الناس، ما نقدر، لا نستطيع أن نستكشف أو نكشف ماذا نعم عن قلوب الناس وعن انتمائهم، ما تقدر إلا من خلال طريق واحد. شنو؟ طريق العمل، طريق السلوك. أي إنسان سلوك خلاف سلوك فاطمة نقول له أنت ما تحب الزهراء. أي سلوك يختلف عن سلوك الزهراء سلام الله عليها. ولذلك نعم مقام الزهراء أقول مقام كبير جدا، لا تستطيع أن تصل إلى غوره. روايات متعددة في هذا الجانب نعم تتحرك في هذا المضمون عن فاطمة سلام الله عليها، تتحرك نعم من خلال تعامل الزهراء مع أبيها مع زوجها. أنا شذرات فقط، ولذلك يعني أنا ما أقول نقد، توجيه. شوف أنه اليوم نعم يتكلمون مثلا أو مآتم كثيرة تحيي ذكرى الزهراء، ناس 10 ليال ناس 5 ليال. كنت أقرأ في مآتم ليلة قريت، قلت لهم كم ليلة تقرون؟ قالوا 10. أنا كنت تقريبا الليلة نعم الثامنة، هم يقرون قبل الوفاة، كله قبل الوفاة. قلت لهم أنا أسألكم، الزهراء منهج إنساني، منهج إسلامي، لكن الخطباء لما جوا وتكلموا عن الزهراء شنو المواضيع اللي طرحوها؟ قالوا أكثر شكل عن ظلامة الزهراء. شوف هاي للأسف منهج الزهراء، شلون تعاملت ويا زوجها، شلون هي أولادها. دروس الزهراء عظيمة، ولذلك لطيف يعني أنا أتخطر مأتمكم الشريف المبارك ما أتذكر في مناسبة نعم قالوا إحنا نبغى الموضوع الفلاني مثلا. شيء جيد هذا، لأن شوف أنت عندك 10 خطباء وكلهم راح شنو نعم يتكلمون في 10 ليالي. خلي المجتمع يستفيد، نبغى شلون نتعامل، شلون الزهراء تعاملت ويا أولادها، شلون نعم الزهراء ويا زوجها، وصير تطبيق عملي، تطبيق عملي. تدري اليوم نسبة الطلاق في البحرين، جريدة الوسط وضعت نسبة الطلاق في 2013 النصف الأول يعني 6 أشهر في 2013 نسبة الطلاق 27%، يعني مخيف، رقم كبير. زين احنا المتزوجين خلينا نشوف سيرة الزهراء، تعامل الزهراء في زواجنا، في أمورنا، في بيتنا. هذا يحتاج واقعا أن نطرحه. يمكن بعض الأحيان أنت تستفيد شيء من الزهراء والطبقة اجتماعيا. أنا أدعو دائما إلى هذا الأمر، أن احنا خلينا نفكر في نعم طريقة للإحياء. قلت له 8 ليالي وكل ليلة يجي خطيب وبيتكلم شنو عن مظلومية الزهراء. زين وين تشوف؟ أكو واحد اتصل قال شيخنا أنا مديون. قلت له إحنا نوقف إياك في الدين،
يعني نقدر مثلا نشوف فلان كذا، بس أنا أبغى أعرف شنو سبب الدين، كوني هاي صريح. قال أنا علي أكثر من 4000، بس السبب زوجتي. ليش زوجتك؟ شو أنت مو رجال في البيت؟ قال شو أسوي؟ زوجتي تشوف أختها اشترت كذا، قالت أنا أبغى مثل أختي. زوجتي شافت جيراننا قالت أنا أبغى كذي. ترى موجود زوجات هالنوع لو لا؟ إنه الطالع، فلان عندها كلام زين، تضغط على الزوج، الزوج ما يبغى خلاف، يصير عليه مديونيات. هذا صعب. خل نستفيد من سيرة الزهراء. الزهراء نعم يومين أكل ما موجود في البيت كأكل. علي قال لما لم تخبريني؟ أنا أمير المؤمنين بعض الأحيان يطلع قد يروح سرية ويرجع سرية سرية، يمكن شنو يطلع يوم يجي يوم ثاني، لما لم تخبريني؟ فقالت يا علي إني لأستحي من الله أن أكلفك بما لا طاقة لك عليه. أستحي من الله. ليش؟ لأن دراسة المرأة لزوجها مهم جدا. أنا بس شذرات. ولذلك المرأة منهج واقعا إسلامي عظيم. نعم أنا أقدر أقول لك شيء، إنه ربما الناس تتوجه عادة إلى ظلامتها. ليش؟ لأن ظلامة الزهراء قد غطت على عظمتها، غطت على مقامها. ظلامة الزهراء التي جرت عليها أنست الناس عظمة فاطمة، وهذا يمكن الذي جعل الناس دائما يتكلمون عن مظلومية الزهراء. هذا اللي يسمونه حالة القرن والاقتران. ترى حتى الخطباء وغيرهم إذا جب يتكلم عن الزهراء يتكلم عن مظلوميتها. زين وين دروسها، حجابها كذا؟ ما أقول ما في، لا بالعكس موجود، موجود هناك محاضرات وكذا، لكن أقول لعل هذا الذي جعل نعم المجتمع يميل إلى أن يتسلى بمظلومية الزهراء سلام الله عليها. وهذا اللي نعبر عنه أو عبر عنه الشهيد الصدر، سماها بحالة القرن والاقتران. قرن واقتران. نعم كلما ذكر اسم فاطمة وذكرت الزهراء فإن قلوبنا ومشاعرنا وأفكارنا وعقولنا كلها تتوجه إلى مظلومية فاطمة سلام الله عليها. شقد النبي تكلم عن عظمة الزهراء والقرآن، لكن أنت إذا سمعت اسم فاطمة الزهراء بالك وين روح؟ إلى كسر نعم ضلع الزهراء، إلى عصر الزهراء بين الجدار والباب، إلى إسقاط جنينها. في رواية واقعا تهز الإنسان، أمير المؤمنين نص الرواية، هي رواية من كلمتين، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام شنو يقول؟ يقول هذه والله، هذا قسم من علي، يقول هذه والله مصيبة لا عزاء لها. مصيبة لا عزاء لها، يعني أنت مهما لطمت على الزهراء وبكيت على الزهراء واستنفرت وجودك على الزهراء فإن هذا قليل على فاطمة. هذه والله مصيبة لا عزاء لها ورزية لا خلف لها. أنا سمعت أحد الخطباء الكبار من الخطباء الكبار، بس انصافا أنا ما حققت يعني بوجود الرواية، بس أنا ما استبعد أن عمار كان أمير المؤمنين تقريبا عمره 60 سنة 59 قبل حرب صفين،
شابت لحيته كلها شيب بيضاء. فجاء يوم من الأيام قال: يا علي، لقد كثر شيبك، ألا تخضب شيبتك؟ وأنا جايب لك خضاب، خضاب حتى نعم تصبغ لحيتك، تخضب شيبتك. فقال: يا عمار، إني في حزن، والحزين ما يخضب شنو؟ شيبته. في حزن. قال: سيدي، في حزن، مما حزنك؟ قال: حزني على فاطمة الزهراء، لأن أما حزني فسرمد ما ينتهي، على طول حزين عليه. كيف لا وهو قد رأى بعينه فاطمة الزهراء نحيلة الجسم، ضعيفة الحال، معصوبة الرأس، ضعف حالها. أتعرف في الرواية أسماء شنو تقول؟ أسماء تقول أن فاطمة الزهراء لا تستطيع، نعم، أن تقف على رجليها، ما تقدر توقف وتمشي، سيما آخر الأيام ما كانت تقدر. إذا أرادت أن تذهب، نعم، لتغتسل، أو أرادت أن تذهب إلى قبر أبيها، كان أمير المؤمنين يسند إليها. وين بيت علي وقبر رسول الله؟ خطوات. لكن تقول أسماء، وهي أيضا منسوبة إلى أمير المؤمنين، كانت فاطمة تمشي خطوة وتجلس مرة أخرى بأبي وأمي. 18 سنة. أين السادة أولاد الزهراء؟ بل الجميع ينادون: وزهراء، ولذلك كان فاطمة عندها وصايا، أوصت أمير المؤمنين: يا ابن العم، عهدتني كاذبة، حاشاك يا بنت رسول الله، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال لها: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأخوف وأبر وأتقى من أن أوبخك بمخالفتي، جددت علي مصيبة رسول الله. بس عدها ثلاث وصايا مهمة. الوصية الأولى: تزوج بابنة أختي أماما، فإن الرجال لا بد لهم من النساء. بعد: اصنع لي نعشا صورته لي الملائكة، صورته لعلي. بعد شنو الوصية المهمة؟ قالت: يا علي، لا أريد أحدا من هؤلاء الذين ظلموني وأخذوا حقي أن يشهدوا جنازتي، أن فلان وفلان وفلان، القوم هؤلاء كلهم ما أريدهم، ولا أريد أحدا أن يصلي علي منهم ولا من أتباعهم. بعد: وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. هي وصية، وصية من الزهراء إلى علي. ألفت نظركم أن هذا الوقت، شوفوا الآن بعد ساعة تقريبا الأذان، هذا كان وقت رحيل فاطمة الزهراء، لأن الزهراء، نعم، قد توفيت عصرا قبل الأذان تقريبا بساعة. تأمل أنتم الآن، لازم تتصورون كيف، نعم، أن الزهراء على فراشها. وبعد وصية إلى الحسن والحسين، عندها وصية لوحدهم، لكن عندها وصية شوي صعبة على قلبك. شيعي موالي، إلى منه؟ إلى العقيلة زينب. وزينب كان عمرها 5-6 سنين. بني زينب إلي إلي، ضمتها إلى صدرها، أخذت تقبلها، قالت: بني اسمعي مني هذه الوصية. شنو الوصية يا أمه؟ قالت: بني زينب، إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا في أرض كربلاء،
لا ناصر له ولا معين، قبليه في صدره شميه في نحره، أين المنادي وحسينا؟ زينب صغيرة لكن نعمها في صبرها كبيرة، لما يا أم أفعل ذلك؟ فقالت بني أما صدر أخيك الحسين فموضع حوافر الخير، وأما نحره فموضع السيف. إيه تفتخر زينب أنها نعم وديعة لأمانة أمها، ولذلك لسان حالها إيه والله أنا عندي وصية من الزكية. إيه إيه هلا بيك ها سادة مؤمنين، أنا عندي وصية من الزكية، قالت يا زينب قالت بيوم الغاضري لا شفتي الغالي علي حبيه من صدرا إلي وشميه من نحر الشفي، بقيت الزهراء معصوبة الرأس إلى مثل هذا اليوم بل إلى مثل هذا الوقت. قامتها تأمل، قامت الزهراء استأنست أسماء، زهراء نادت يا أسماء جهزي لي ماء لأغتسل، جهزت الماء، أخرجي لي ثيابا نظيفة أو جدد. نعم أخرجت إليها، اغتسلت الزهراء، لبست لباسا، قامت لوحدها. هني استبشرت أسماء فقالت سيدتي الحمد لله على سلامتك، لقد قمت عافاك الله. قالت ما هي أسماء؟ إني داخلة إلى الغرفة إلى الحجرة إلى داري، نعمها أقرأ القرآن والدعاء، فإن خفت صوتي فناديني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني ميتة. آجركم الله. تقول أسماء دخلت الزهراء إلى دارها تقرأ القرآن والدعاء، وآخر ما سمعتها تقول اسمع شيعي موالي، الزهراء على الفراش وهي تنظر إلى شيعتها وإلى محبيها، ثم قالت إلهي بحق أبي محمد إلا ما شفعتني في أمة أبي محمد. إن شاء الله من المشمولين لشفاعة الزهراء. تقول أسماء خفت صوتها، أما حال الزهراء شلون خفت صوتها؟ آجركم الله. وإذا بالزهراء لما اقتربت وفاتها عرق جبينها، سكن أنينها، مدت يديها ورجليها، غطت رأسها، ثم فاضت روحها المقدسة. إيه تستاهل الزهراء منك نياحها. رحم الله من نادى وفاطمة، وإذا بأسماء تنادي يا بنت رسول الله فلم تجبها، يا زوجة أمير المؤمنين فلم تكلمها. دخلت أسماء وإذا بالزهراء قد فارقت الحياة، لطمت رأسها، نعم ضربت خديها وعلى صدرها. إن شاء الله عندك استعداد لا تبخل. اي والله لقتها مفارقة الدنيا،
وهوى التلطم على الخداية، تحن وتصيح شلجارة وياي يا زهرة بالحسن وحسين، عنك من ينشدوني شقلهم يا ضي الكون. وردت وقفت على الباب وتنشف بدمعته، ومن المسجد الصبطين للبيت اقبلوا ويمشوا ايد الحسن بيد حسين، لكن بالجرى يحسوا ودشوا الدار. يا ويلي وويلا أطفال صغار جايين لأمهم، ودشوا الدار يا ويلي وعن أمهم وقفوا وينشدوا، يا أسمى شلون حال أمنا عسى تحسنت حالته. شو تقولهم؟ ها هناك وصية من الزهرة: أسماء لا تدعي حسن وحسين يدخلا علي، أنا أخاف أن يموتون نعم عند جثتي وعند جسدي، ولذلك أرجعيهم إلى أبيهم، لا تدعيهما يدخلان علي. وإذا نعم ها سألا عن أمهما: كيف حال أمنا يا أسماء؟ قالت: إنها نائمة. قال أسماء الإمام الحسن: يقولها أسماء ما ينيم أمنا في مثل هذا الوقت، العصر أمنا ما تنام. أراد أن يدخل منعتهم أسماء، وإذا بالحسين قال: يا أسماء، ومنذ متى أنت تمنعيننا من رؤية أمنا فاطمة؟ احنا نبغى ندخل الى امنا بعد ما شافت بد. تقول اسماء: لم ارى بدا ولم اجد بدا الا ان اسمح لهما بالدخول. ها تقلهم: دشوا الحجرة وشوفوا شحالة الزهرة، وطب الحسن يا ولي واخوه حسين طب اثرا. اي والله لقوها ممددة وميتة عليهم ساعة القشرة، من خروا يتاماها يا ابلوع على جنازته. اتصور اجى الحسن وجلس عند رأسها وهو يقول: أما كلميني قبل أن تصدع روحي. الحسين عند رجليها يقبل رجليها وهو يقول: أما أنا حبيبك الحسين، كلميني قبل أن تفارق روحي. لكن ماكو جواب. يقلها الحسن: حاجيني يا زهرة ذايب فادي. وصاح حسين: أنا بحجرك يقبلني النبي الهادي. أنا حسين، اخبري جدي يا زهرة بالذي سادي. لكن خرجا يهرولان، وصلا إلى المسجد. أمير المؤمنين كان جالسا وهما يبكيان، ضمهما إلى صدر: ما بكما يا أولاد رسول الله، يا قرة عيني، ما بكما؟ فقالا: أبا أبا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. غشي على أمير المؤمنين، سقط. نعم أفاق
فأخذ نعمها يتلو هذين البيتين: لكل اجتماع عن من خليلين فرقته، وإن الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. هل مشهد وأسألكم الدعاء. أمير المؤمنين وضع الزهراء على المغتسل يغسلها من وراء الثياب. هذه مواقف دائما لابد أن نؤكد عليها. كل مصيبة الزهراء نعم نؤكد عليها. أسماء تقول: كنت أصب الماء، الزهراء تنقلب لوحدها مرة على اليمين وأخرى على الشمال، وما كان علي يقلبها، لكن كان يمرر يديه الشريفتين على جسد فاطمة الزهراء. نعمها بينما هو كذلك إذ مرت يديه الشريفتين نعم على أضلاع فاطمة، غمز يده قليلا فقال: يا أسماء نعمها أعطيني الضياء، معلق على الجدار، أعطيني الضياء. أخذ الضياء، كشف عن الزهرة، وإذا بعلي قد رمى الضياء من يده خرج باكيا. عمار يقول له: يا علي لما البكاء، لما البكاء بهذا الشكل وأنت تأمرنا نعم بالصبر؟ أنت قدوتنا بالصبر. قال: نعم يا عمار، ولكني وجدت ضلعا مكسورا في فاطمة. أين المنادي وفاطمة؟ يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي صوتك يا مهدي يا مهدي يا علي. أجنين خر أم ذكر مبين صدرك؟ أجنين خر أم ذكر مبين؟ قد نعاه العرش والروح الأمين. أهو صبط ثالث أم مصحف؟ مزقوا آياته وانحرفوا. أيها الأعراب أين الشرف؟ أي جرم كان من هذا الجنين؟ أوليست أمه خير النساء؟ حبها حب، حبها من حب خير الأنبياء، فلماذا يا ترى هذا العداء؟ أهو بغض لأمير المؤمنين وياي؟ أهو بغض لأمير المؤمنين؟ يا مهدي يا مهدي صوتك. بعد بعد يا مهدي. إن قلبا ليس فيه فاطم، كسماء ليس فيها أنجم، فهي عقل وفؤاد ودم لذوي الإحساس والعقل الفطين. اسمحوا لي سادة علماء. أصحيح لطم الخد الطهور؟
وويلا يا صاحب الزمان أصحيح لطم الخد الطهور وهوى الصوت على الرأس الستور فغدا الرأس من الضرب يدور وهوت حين هوى منها الجنين وهوت حين هوى منها الجنين يا مهدي يا مهدي يا مهدي أي صدر كسروا منه الضلوع وويلا أي صدر كسروا منه الضلوع أي عين حبسوا فيها الدموع أي شمس حجبوا عنها الطلوع وعن العالم أخفوا أي دين أين من في جيشه يمشي المسيح يا صاحب الزمان أين من في جيشه يمشي المسيح ليصيب الثأر حتى نستريح فلقد ضاق بنا الرحب الفسيح فمتى ندرك ثارات الحسين وياي فمتى ندرك ثارات الحسين فمتى ندرك ثارات الحسين يا مهدي يا مهدي يا مهدي أم من بنت من حليلة من وين لمن سن ظلمها وأذاها يا الله نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم إلهي نقسم عليك بضلع الزهراء أن ترينا ذلا عاجلا في أعدائنا إلهي نقسم عليك بضلع فاطمة المكسور أن تنتقم لنا ممن آذى شعبنا وهتك حرماتنا وهدم مساجدنا وعاث الفساد في بلادنا اللهم فرج عن جميع أخواننا المسجونين أخواتنا المسجونات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم أخواني الحاضرين آبائي من أوصاني بالدعاء إلهي يسر أمورهم اقضي حوائجهم وفقهم لما يرضيك جنبهم معاصيك اللهم أطل في أعمارهم وسع في أرزاقهم شافي مرضاهم ومرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات المؤسسون تقبل اللهم عملهم وأعمال جميع المؤمنين والمؤمنات إلى أمواتنا وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان والعلماء والشهداء نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد